السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار الاستعداد للامتحان الوطني، قناة إيكوفين غادي تكمل معكم تصحيح الامتحان الوطني الموحد البكالوريا في الدورة العادية ديالو 2017 في مادة المحاسبة مسلك العلوم الاقتصادية. إذا في الجزء الأول كنا تطرقنا للأسئلة اللي عندهم علاقة بليزاموغتيسمون، دابا في هذا الجزء الثاني غادي نطرقوا الأسئلة اللي عندهم علاقة بلي بروفيزيون، وغادي نبداو إن شاء الله بلي تي في بي. دونك عندنا واحد الطابلو كما كنشوفوا، عندنا لا سيتوياسيون في 2015، دونك عندنا لو نومبر دي تيتر هو 1000، لو بري داشا يونيتير الثمن باش شريناهم هو 900، و لو كور بورسي ديالهم في لافان ديال 2015 هو 750. دونك كما كتشوفوا هنا كاينه واحد لابيس بروبابل من 900 ل 750. في 2016 عندنا واحد لا سيسيون ديال 300 تيتر. اوكي، عطاونا الريزولتا سور سيسيون ان موان فالو جلوبال ديال 51000. المعنى ديالها ان في العمليه ديال البيع الشركه خسرت 51000 درهم. كنعرفوا بان لوبيراسيون من كدوز عن طريق البنكة ضروري انها خصها تاخذ الكوميسيون ديالها، دونك كتاخذ 8 درهم باغ تيتر اوغ تاكس، وكتطبق على هادوك لي تيتر ولا دوك لي كوميسيون 11%. هنا كيعطيونا واحد لافي دو كريدي نيميرو 60793 نو انكور انريجستري. في 2016 هذاك لو كور بورسي اللي كان 750 في 2015 ولا 700 درهم. دابا ندوزو الأسئلة. السؤال الأول كيطلبو منا أننا نكملو ليطا دي تيتخي فالور دو بلاسمون اللي هو كاين في لانكس 3 كيما كتشوفو الطابلو. اوكي، السؤال رقم جوج بي باسي او جورنال لي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون غولاتيف او تيتخ اي فالور دو بلاسمون. والسؤال رقم 3 كالكولي لو بري يونيتير دو سيسيون دي تيتخ اي فالور دو بلاسمون. كنبداو بالسؤال رقم الأول. اذا هنا كيطلبوا مننا نعمروا هاد الطابلو او هاد لانكس اللي كنلقاو ديما في اخر لي بروف ديال الامتحان ديالنا. اذا هنا غالبا في لاناتور هنا لي تي في بي، كاين لي تي في بي اللي بهنا ولي تي في بي اللي احتفظنا بهم. دونك بالنسبه لو نومبر ديال لي تي في بي اللي احتفظنا بهم راه كاينين عندنا في هاد الجدول رقم جوج، دونك هنا 300. اوكي، باش نحسبوا لا بروفيزيون تو سامبلومون. دونك عندي لو بري داشا هو 900 و لو بري او لو كور بورسيي هو 750. دونك هنا كاينه اون بيس، دونك خصنا نشكلو ليها واحد لا بروفيزيون. دونك كيفاش كنديرو؟ غالبا كناخدو لا كونتيتي و كنضربوها في لا ديفيرونس او الفرق بين لو بري داشا اللي هو 900 ناقص لو كور بورسي اللي هو 750. دونك كيما كتشوفو 300 مضروبة في 900 ناقص 750. بالنسبه ل 2016 ما يكون عندي والو، علاش؟ لانني بعتهم، سو دير ما عندي حتى هدف باش عاوتاني ندير على بروفيزيون على واحد الحاجه اللي بعتها. اوكي، دونك لو مونطو في 2015 هو 45000. دونك هنا اش خصنا نديرو في هذه الحاله؟ ديما كنديرو لا نوفيل بروفيزيون موان لونسيان بروفيزيون هي صفر ناقص 45000، عطاتينا ناقص 45000، و تو سامبلومون في اننا بعدنا بعناهم هذيك لا بروفيزيون خصها تانيولا. دونك يتساجي هنا دون ريبريز ديال 45000. دابا غندوزو لي تي في بي نون سي دي. دونك بالنسبه لي تي في بي نون سي دي بعنا 300 وديجا عندنا 1000، دونك شحال غيبقاو عندي؟ غيبقاو عندي 700. مزيان، كيفاش غنحسب لا بروفيزيون ديالهم في 2015؟ دونك كما قلنا غنديرو 900 ناقص 750 وغادي نضربهم في لا كونتيتي اللي هي 700. دونك 700 مضروب في 900 ناقص 750 غيعطيني 105000. بالنسبة لألفين وستاش عندي لا سيتوياسيون ديال لي تي في بي، يعني أن لو كور بورسي ديالهم في 2016 هو 700 وأنا شريتهم ديما ب 900. دونك هنا خصني عاود تاني ندير أون بروفيزيون اللي هي لا كونتيتي 700 ديال لي تي في بي اللي عندي مضروب في لا ديفيرونس اللي هو الفرق بين 900 اللي هو لو بخي داشا و 700 اللي هو لو كور في الأخر ديال 2016. دونك 700 مضروب في 900 ناقص 700 غيعطيني 140000. كما كنشوفو كنشوفو بأن لا بروفيزيون تزاد بين 2015 و 2016. ديما باش نحسبو، دونك هنا يتساجي دي نوتاسيون، دونك هنا باش نحسبو المونطون ديال لا دوتاسيون غنديرو 140000. ديما لا نوفيل بروفيزيون كنقصو منها لونسيان بروفيزيون، دونك غتعطيني اون دوتاسيون ديال 35000.
دابا غندوزو لي زيكريتور كونطان. دونك كيما كنشوفو هنا غادي نبداو بلا دوتاسيون. دونك غنديرو لا دوتاسيون. ديما كنقول لكم فاش كنبغيو نديرو اون دوتاسيون سوا خاصه بلامورتيسمون ولا خاصه بلا بروفيزيون، ديما كنديبيتو لا دوتاسيون وكنكريديتو سوا لامورتيسمون ولا البروفيزيون. في هذه الحاله غنهضرو على البروفيزيون. دونك هنا عندي دوتاسيون و بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تيتر اي فالور دو بلاسمون. المونتون ديالهم هو 35000. هنا لا دوتاسيون عافاكم بور سكي ساجي دي تي في بي. دونك هنا سي اون دوتاسيون فينونسيير كنلقاوها في 6394 وغادي نكريديتيو لو كونت بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تيتر اي فالور دو بلاسمون اللي هي 35000. دونك هنا لا كونستاتاسيون دو لا provision. Tout simplement, l'augmentation de la provision. Le deuxième cas, c'est la reprise. Donc, il y a la reprise, c'est la provision qui est en train de se faire. Donc, il y a un solde déjà qui est en crédit. Donc, il y a un haul débité. Donc, provision pour dépréciation des TVP 45000. On a un crédit le produit, c'est la reprise. Sur provision pour dépréciation des TVP. Tawa, c'est un produit financier. Enfin, le compte, c'est 7000 ou 8000. D'abord, en deuxième, la cession. La cession. Aoul Amalia, bach, en haoul hena, drajlikom, elle s'est fait mot qui fait produire l'écriture comptable. دونك اول حاجه غادي نمشي لي كوميسيون بانكير. بالنسبه لي سيرفيس بانكير ديما هو سي اون شارج بور لونتربريز، دونك يل دو لو ديبيتي. مزيان، لو مونطون ديالو هو 300 لي بانا فوا 8 درهم بار تيتر، دونك غيعطيني 2400. دونك غادي نكتب 2400. دونك هاد لو سيرفيس عليه واحد لا تي في ا، دونك ايتا تي في ا ريكوبيرابل سور لي شارج. Le montant d'ielo, ou à l'fin orbemia, drouf chraf l'mia, donc réatini, miti orbein. Hala, d'iel résultat succession, hena khsrat chérika, ben sbel al khasara, c'est une charge qu'il doit la débiter. Ou d'aliban had la charge, radil kawa, fla classe 6, ou y a c'est une charge financière. Donc, c'est à la voûte l'mia khmsout mani, donc charge nette succession des TVP. Donc, y a wahdo khmsin elf. دونك بان هاد لي تي في بي، دونك ما بقاوش عندي في البيلون ديالي. دونك جينيرالمون فاش كنشريهم راه كنديرهم في الديبي، دابا فاش بعتهم راه خصني نردهم للكريدي. دونك تيتر اي فالور دو بلاسمون، مي هنا باش من بخي غادي نديرهم. ديما كيخصكم تكونتابيليزيو لي تي في بي بلا فالور دونتخي. لا فالور دونتخي ديالهم هي شحال؟ هي 900 لو بخي داشا. دونك كنضربو 900 في 300 كيعطيني 270000. دونك جينيرالمون بان يعني ان دوك لو فلوس فين غيمشيو؟ غيمشيو لو كونت بانكير ديالي. دونك غادي نديبيتي لا بانك. مي كيفاش غنحسب المونطون ديال لا بانك ديالي؟ هنا غناخد 270000 وغنقص منها 2400 و 240 51000. دونك غتعطيني 216360 هي اللي غادي ندير في المونطون ديال لا بانك. Donc, cession de 300 actions. Bien. D'abord, le prix unitaire de cession des TVP. Bichal, Sherika, Bat, chaque titre. Bien. Donc, généralement, Bichal, Sheratom. Sheratom, imaginez un chauffeur. Sheratom, Mithin ou Sibéin Elf. Ok? Mithin ou Sibéin Elf. Ou Sratium, Wahdokhum Sin Elf. Donc, un diurum, Mithin ou Sibéin Elf, Nakis Wahdokhum Sin Elf. Ok? 270000 ناقص 51000 وغنقسمهم على 300 باش نلقى لو بري دو سيسيون اونيتار بور شاك تيتر اللي هو 730 درهم. اوكي، دابا بور رومبلي واحد ليكستري ديال البيلون غنعمرو بور لانستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج وغنعمرو اوسي بور لي تي في بي. دونك جينيرالمون لا فالور ولا لو بروت هي لا فالور دونتخي الثمن باش شريناه. دونك عندي 1,200,000 كنكتبها 1,200,000. هنا هاد لانستالاسيون تامورتات، دونك غير خصني نمشي للطابلو دامورتيسمون. دونك غنمشي لانويتي اللي هي 100 باردون الكيمول. هنا كنديرو لو كيمول دامورتيسمون، دونك اللي هو 829,560. دونك كنديرو 1,200,000
ناقص 829560 غيعطيني 370440. ندوزو دابا لي تي في بي. بالنسبة لي تي في بي ديجا بعنا 300، دونك حنا اللي كيهمنا هما دوك 700 اللي احتفظنا بهم، شريناهم ب 900 درهم، دونك لا فالور ولا البروت ديالو هو 700 ضرب 900 630000. هنا البروفيزيون ديالهم شحال هي؟ البروفيزيون ديالهم حتى ل 2016 البروفيزيون ديالهم راه هي 140000، هو المونطون توتال ديال لي بروفيزيون. دونك غنديرو 140000، دونك غنديرو لا ديفيرونس بين 630000 و 140. دونك 630 ناقص 140000 غتعطيني 490000. مزيان. دابا غندوزو لي ستوك دو برودوي فيني. هنا خصنا ننتبهو مزيان، عطاونا ليكستخي ديال البيلون ديال 2015 و ديال 2016. لي خصكم تفهمو بأن في هاد الحالة البيلون ديال 2015 المونطون ديال لي برودوي فيني اللي فيه هو تو سامبلومون بحال غنعتبرو سي لو ستوك انيسيال ديال ليكزيرسيس 2016، وديك لا فالور ديال برودوي فيني اللي سجلنا في البيلون ديال 2016 هي لا فالور ديال لو ستوك فينال. مزيان. دونك هنا في ليكريتور، دونك انا كيطلبو منا بعدا نحسبو لا فارياسيون دي ستوك اول حاجه، ونعطيو لا سينيفيكاسيون ديالو، وجوج on doit passer les écritures de régularisation relatives au stock passé au 31-12-2016. بالنسبة لا فارياسيون راه سامبل، كيما قلنا هاد 160000 دونك ستوك فينال ديالنا هو 160000، كنلقاو ديما في البيلون ديال 2016، اوكي، ولو ستوك انيسيال كنلقاو في البيلون ديال 2015. دونك غنديرو 160000 ناقص 200000 ناقص غيعطيني ناقص 40000، هادي ستون فالور نيجاتيف. مزيان. دونك بالنسبة لينا غنعتبرو بأن لو ستوك ديال لونتخوبخيز نقص، دونك هنا يساجي دان دي ستوكاج. دابا غندوزو لي زيكريتور. بالنسبة لي زيكريتور هنا عندي واحد دو زيكريتور، عندي هنا لو ستوك فينال هاد 160000، عندي هاد لامورتيسمون. دونك هنا كيفاش غادي نحسبو؟ دونك أول عملية غادي نديرو هي on doit constater le stock final. Donc généralement on constate يعني ان لو ستوك فينال ديالي هنا ولا لو ستوك دو برودوي فيني غيكون في الديبي بالمونطون ديال 160000، وكان كريديتي تو سامبلومون لا فارياسيون دي ستوك دو برودوي فيني بلا ميم فالور اللي هي 160000. دونك هنا اش درنا؟ لا كونستاتاسيون دو ستوك فينال. مزيان. بقات ليا لا بروفيزيون. دونك لا بروفيزيون ديال 50000 ديما كنقول لكم لا دوتاسيون في الديبي ولا بروفيزيون في الكريدي. دونك هنا غنديرو دوتاسيون ديال 50000 دوتاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لاكتيف سيركولون بالمونتون ديال 50000، وغادي نكريديتي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي برودوي فيني ب 50000. دونك كونستاتاسيون دو لا بروفيزيون دو ستوك فينال. دابا غندوزو لي كريونس كليون. هنا غتحاولوا تنتبهوا معايا مزيان، لان هاد لي كريونس كليون فيهم بزاف ديال الحالات، دونك غتحاولوا تركزوا معايا واحد الشويه اوكي باش تفهموهم مزيان. دونك هنا ديما تنتبهوا لا تافيا اللي هي عطاتكم هنا 20%. دونك عطاونا هنا لا سيتوياسيون افون انفونتير او 31/12/2016. مزيان. دونك هنا كما كنشوفوا في الطابلو في لانتيتولي ديال لي كونت في ليكستري ديال لا بالانس افون انفونتير عطاوني الكليون كليون دو تو او ليتيجيو عطاوني بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كليون اي كونت راتاشي. مزيان. عطاوني لي مونطون ولا لي سول ديالهم عطاوني دي زوبسيرفاسيون سي بيان. دونك عطاوني دي دوني اللي عندهم علاقه بالانفونتير ديال لانفونتير او 31/12/2016. دونك هنا السؤال رقم واحد قال كومبليتي ليتا دي كريونس كليون في لانكس 5، اوكي غادي نشوفو واحد شويه. دوزيام كيسيون باس او جورنال توت لي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون ريلاتيف او كريونس كليون. دونك غنبداو بليتا دي كريونس كليون، هي هادي داك كومبليتي ليتا دي كريونس كليون انكس نيميرو 5 باج 4. هذا هو الطابلو ديالي. دابا غنبداو بسفيان. اوكي دونك الى جينا نشوفو لي زوبسيرفاسيون عطاونا تو سامبلومون لي خصنا نفهمو هنا بعدا بان سفيان وجلال سو سون دي كليون اوردينير،
مزيان. وبالنسبة لسليم سيت ان كليون دو تو او ليتيجو. هادو دي دوني اللي جبناهم معانا من ليكزيرسيس ديال 2015. اوكي او باردون اللي هما سو سون دي دوني اللي داروا قبل لانفونتير ديال 2016. مزيان. دونك غادي نبداو بسفيان. دونك خصنا نحسبوا لا كريونس ديالو اور تاكس في لو 31/12/2016. دونك لو مونطون ديال لا كريونس تي تي سي هو 60000. ديما باش نبغيو ندوزو من تي تي سي لاور تاكس كنقسمو على واحد زائد لو طو ديال لا تي فيا. لو طو ديال لا تي فيا هو 20%. دونك اوتوماتيكمون غادي نقسمو على 1.2 غيعطيني 50000. مزيان. دونك بالنسبه لسوفيان قلنا هو سي تان كليون اوردينير. راه باينه هنا في لي زوبسيرفاسيون اعتبروا بان سوفيان وجا سو سون دي كليون اوكي اوردينير. سافدير بان البروفيزيون في 2015 راه ما كايناش. هذه مساله باينه. هنا فاش غنجيو لي دوني ديال لافونتير قال لك غنعتبروا بان سفيان هو سي تان كليون كي توتالمون انسولفابل. سافدا ملي كنقولو توتالمون انسولفابل سافدا انه ما غاديش يخلص الشركه. دونك الشركه كتعتبر بان ديك لا كريونس ديالها على سفيان تو سامبلومون هي سي اون بيرت. اوكي سي اون بيرت ديفينيتيف. دونك ما غتكون جينيرالمون لا بروفيزيون في 2015 لا في 2016. سي بيان. دونك هنا كنجيو في الاخر كنديرو كريونسي ريكوفرابل اور تاكس هي بالمونطون ديال 50000. دابا غادي ندوزو لجلال. قلنا جلال عندو حتى هو واحد لا كريونس. عندنا لي واحد الكريونس ديال 42000 تي تي سي. باش نردو اور تاكس كما قلنا غادي نقسم على 1.2 غتعطيني 35000. بالنسبه لجلال هو كما قلنا سي تان كليون اوردينير. اوكي في 2000 قبل لافونتير ديال 2016. مزيان. دونك ما تكون عنده اوكين بروفيزيون في 2015. هذه مساله فروغ منها. دونك غادي خصنا نشكلوا ليه اون بروفيزيون. دونك الا شفنا هنا اون بونس ريكوبيري 80% يعني نقدو نستردو 80% ديال لا كريون. سافا دير غادي نضيعو في 20%. يعني ان البروفيزيون غتحسب بلوطو ديال 20%. دونك غناخدو 35000 وغنضربوها في 20% غادي تعطيني 7000. دونك هنا ما عندي اوكين بروفيزيون في 2015. دونك خصنا نشكلو لي واحد لا دوتاسيون ديال 7000. مزيان. دونك هنا ما عندي اوكين بيرت. دابا غنجيو لسليم. سليم هو سي تان كليون دو تو او ليتيجو. دونك لو مونطون ديجا عندي هو شحال؟ هو 33600. ها هي راه كنشوفها كليون دو تو او ليتيجو. دونك اش خصنا نديرو هنا؟ غناخدو هاد 33600 وغادي نقسموها على 1.2 باش يعطيني 28000. مزيان. ديجا عندي عليه واحد البروفيزيون راه هي اللي كنشوفو هنا 13100. غادي نكتبها اوتوماتيكمون في بروفيزيون ديال 2015. دونك غير خصني نحسب ليه لا بروفيزيون في 2016. دونك الا جينا نشوفو هنا قال لك لي استيم لا بروفيزيون ا 45% دو لا كريونس سور لو كليون سليم. سافو دير غناخدو 28000 وغنضربها في 45%. غادي يعطيني 12600. اش وقع هنا لا بروفيزيون من 2015 ل 2016 نقصات. بالنسبه اون فوا نقصات دونك بالنسبه ليا انا سي اون روبريز. ولا الناس اللي ما كيفهموش بحال هذه الطريقه نقول تو سامبلومون غيدير 12600 اللي هي لا نوفيل بروفيزيون وغينقص منها 13100 غيلقى ناقص 500. بالنسبه ليك ناقص 500 راه سي اون روبريز بور لونتربريز. وكنلقى بوزيتيف غيفهم بان سي اون دوتاسيون. يعني غادي نجيو لي روبريز وغنديرو 500. دونك دابا غنحاولوا ندوزو لي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون. غنبداو بجلال. دونك الا شفتو معايا مزيان جلال هنا. جلال في 2015 راه ما كانت عنده اوكين بروفيزيون. دونك ولات عنده لا بروفيزيون في 2016. اذا العام اللي قالوا لا خصنا نديرو هنا خصنا نديرو لو كلاسمون. مزيان. دونك في لو كلاسمون هنا غير بالنسبه للمونطون هنا خصنا نتابعو ليه. ما كنديروش اوغ تاكس كنديرو المونطون ديال لا كريونس تي تي سي اللي هو 42000. دونك اش كنديرو جينيرالمون عندنا الكليون هو اللي كي اون لو ديبيت. في ان هنا الكليون ما بقاش اوردينير دونك غادي نسولديو داك الكليون. دونك سافو دير كو غنسولديو كان في الاول في الكريدي في الديبي غنردو دابا الكريدي. وبلاصتو اش غنديرو؟ غنديرو كليون دو تو او ليتيجيو بالمونطون ديال لا كريونس تي تي سي 42000 وغادي نديبيتيو وغنكريديتو لو كليون اللي هو انا في الحاله الحاليه كنعتبر بان سولدينا هذاك لو كونت 42000.
هنا كنهضروا على لو كلاسمون ديال لا كريونس ديال الكليون جلال. لو دوزيام كا غادي ندوزو la constatation de la provision qui met les comptes. Dit la dotation en débit ou la provision en crédit. Donc, dotation d'exploitation en provision pour dépréciation de l'actif circulant BCBLF ou radin crédit ou provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés. Donc, il y a la dotation de l'exercice. D'abord, un deuxième client, Soufiane. Il y a Soufiane, l'excellent forme, ou c'est un client ordinaire. Ou l'insolvable. Donc, il y a la perte. Il y a la perte, c'est une perte non courante. Fais-moi la question. Il y a une fin qu'elle a, c'est une charge non courante. Elle a fait des mains, elle a fait la rubrique Khensa Osti. Donc, un des créances devenues irrécouvrables. Le montant d'Yel Khemsin Elf, c'est-à-dire qu'on a fait hors taxe Khemsa Ostin, Khemsa Otmani. Ou la créance, elle a fait la TVA. D'ailleurs, l'état de TVA facturé. Ou généralement, l'état de TVA facturé, il y a un crédit qui est à la vente. Alors, il y a un débit. Tout simplement, il y a un fait l'entreprise a facturé la TVA. Ça veut dire tout simplement, il y a une facture qui est à la TVA. Il y a une entreprise qui est à la TVA ou qui est versée à l'État. Donc, l'État a versé la TVA. Vu que le client n'a pas fait, donc ça veut dire un homme c'est pas blanche avec la TVA. Donc qui m'a fait le crédit avec la TVA reste soldé à elle. Donc on a qu'un soldé avec la TVA facturée de le montant d'elle un cher élève. On a on doit créditer le client d'elle là, c'est à dire avec la créance soldate avec six marques nash de le montant d'elle 6000. Donc, perte de la créance sur le client se fait. D'abord, un deuxième salim. Bensebel salim en agenda. Salim en a la reprise d'Yel Khemsmia. Donc, on a la reprise avec la provision. L'équipe n'a qu'un débité ou un argent d'abonne crédité. Provision pour dépréciation des clients et contre attachable montant d'Yel Khemsmia. Ou Bensebel crédit, on a dit qu'on a un produit. Donc, on a dit reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant ou le montant d'Yel. Donc, on a la reprise de l'exercice. Bien. D'abord, on a les provisions pour charge. Donc, on a obtenu l'extrait de la balance avant inventaire au 31-12-2016. Dis-moi, avant inventaire, à chaque année. Cette année, on a la provision de l'alphéinostache, mais elle m'a dit que c'est le retibar fait le jdouel. Ok. Donc, quand je fais le numéro de la compte, on a remis 1555, on a provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices. Et là, généralement, on a les provisions pour charge, pour produits ou là pour risque de charge. Ce sont des provisions créditeurs. Donc le montant est à 390 000. Je fais les observations. La provision elle est destinée à couvrir des frais d'entretien et de réparation du matériel et outillage. Où l'entreprise elle, décide de répartir le coût estimé là, il y a les exercices 14, 15, 16, 17. Le caractère de la provision là, il est courant. Ça veut dire 390 000. Il y a la provision de l'exercice 2014 ou la provision de l'exercice 2015. Ok, donc ce alloul calcule le coût estimé de l'opération. Ça veut dire que la provision n'est pour couvrir la charge, ce qu'on appelle la charge future liée à la réparation du matériel et outillage. Donc, deuxième question, on a passé au journal l'écriture de régularisation nécessaire. Donc, ce à la comme moi. Qui m'a dit que 390 000 seulement les provisions à l'exercice 2014 ou 2015, il y a deux exercices. Donc, je vais faire la provision pour chaque année, je vais faire 390 000 et je vais faire le juge. Je vais faire pour chaque exercice. Au vu que nous avons 4 les exercices, je vais faire 4. Je vais faire le coût de l'opération complète. Donc, je vais faire 390 000, je vais faire le juge qui m'a dit. Et je vais faire les exercices. Donc, on a 195 000 et on a 780 000. L'écriture passe au journal. L'écriture, tout simplement, on doit passer l'opération
ديالاش ديال لا ريغولاريزاسيون اللي عندها علاقة بهاد لا ريباراسيون. دونك هنا اش خصني ندير؟ جو دوا كونستاتي لا دوتاسيون هادي ديما كنقول لكم هنا بور لا بروفيزيون لا دوتاسيون ديال كديبيتا وفي الكريدي كندير البروفيزيون. دونك هنا دوتاسيون ديكسبلواتاسيون او بروفيزيون بور ريسك اي شارج بالمونطون ديال 195000. كيف ناخذ 390000 كنقسمو على جوج باش نلقاو البروفيزيون ديال 2016. وفي الكريدي غادي ندير بروفيزيون بور شارج ا ريبارتير سور بلوزيور اكزارسيس، راه كاينه في لو كونت 1555 بالمونطون ديال 195000. دونك دوتاسيون ديال 2016. دابا باش نكملوا هذا التصحيح غنمشيو للدوكيمون 4 اللي هي لا ريغولاريزاسيون دي شارج اي برودوي. دونك غنبداو بالحاله رقم 1. قال لك في 29/12/2016 واحد لاجونس دو بوبليسيتي فاكتورات لونتربريز واحد لو سبوت بوبليسيتير بو ان بري ديال 60000 اوكي اور تاكس. و لو تورناج ما غيدير حتى ل 2017 تيفيا او طو ديال 20000. مزيان. دونك شنو خصنا نفهمو هنا؟ ان الشركه في 2016 خلصت واحد لاشارج اللي عندها علاقه بلا بوبليسيتي مونطون 60000 وما غادي تستافد من هذاك لو سيرفيس ولا داك لو تورناج حتى ل 2017. شنو غنفهمو هنا؟ بان الشركه لا سوبورتي واحد لاشارج دافونس اللي ما غتستافد منها حتى ل 2017. دونك هنا سي سامبل غادي نديبيتيو تو سامبلومون لا شارج كونستاتي دافونس بالمونطون ديال 60000. و كيس كون فا كريديتي هنا؟ اون فا كريديتي دوك لي فري ديال بوبليسيتي، دونك بوبليسيتي بوبليكاسيون اي رولاسيون بوبليك بالمونطون ديال 60000. دونك ريغولاريزاسيون دي فري دو بوبليسيتي سي بيان. بالنسبة للحالة رقم جوج هنا قال لك لونتربريز ولا نادافا relatif à l'emploi de personnel intermédiaire durant les deux derniers mois de l'année 2016 n'est pas encore parvenu. Montant estimé à 10 000 dirhams TTC ou TVA au taux de 20%. Qu'est-ce que nous comprenons ici? Ici, l'entreprise ديالنا استفدت من ما يسمى واحد لو سيرفيس اوكي ديال النظافه اوكي صافي استفدت منه مي مازال ما خلصاتوش. علاش؟ حيت مازال ما استقبلت لا فاكتور، ما غتخلصو حتى 2017. يعني ان هاد لا شارج ديال 2016 ما غتخلص حتى 2017. دونك هذا كنعتبر سيت اون شارج كون فا بايي اوكي في 2017. دونك هنا تو سامبلومون غادي نديبيتيو لا ريمونيراسيون دو بيرسونيل انتيريمير اوكي. هنا ما غاديش نديبيتيو ايتا تيفيا ريكوبيرابل. علاش؟ حيت مازال ما خلصناش. دونك بلاصتا كنديرو ايتا اوتر كونت ديبيتور بالمونطون ديال 1700. كنديرو 8500 كنضربوها في 1700. شو هدا يقول لك كيفاش حسبنا هاد 8500؟ غتاخدو هنا 10200 وغتقسموها ديما على 1.2 غيعطيكم 8500، غتضربوها في 20% غيعطيكم 1700. Et qu'est-ce que je vais créditer? Je vais créditer fournisseur, facture non parvenue, le montant de HRLF au métier. Je vais dire facture non parvenue. Donc, quand je vais vous remercier de l'estime de vous, maintenant, je vais vous dire que vous avez un like de vous et vous avez un like de vous et vous avez un like de vous.